ايش معنى ومن يعش عن ذكر الرحمن؟ اللي ياخذ القران بس يقرا ما عنده استعداد يطبق. قال نقيض له شيطانا فهو له قرين. شو يسوون طيب؟ الشياطين اللي بيجي معي 24 ساعة شو وظيفته؟ وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم عن السبيل. أي شيء بعد عن رب العالمين يقول له تقدم. الله يقول له يغض من أبصارهم يقول له طالع. لا يغتب بعضكم بعضا يقول له بيس تكلم يا رجال ما عندك ما عليك أحد. لا تفتح هذا البلوتوث مرة ثانية لا. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون كل هالضياع والبلاوي اللي حاصلة فيه وهالشيطان المقيض له وهموم. الدعوية تابعونا على قناة الجوال وذكر الدعوية.